السلام عليكم. دلوقتي لو حد دكتور طلب منه ان هو يكتب مقال، فدخل على شات GPT وقال له اكتب لي مقال مثلا عن اي حاجه، تمام، والذكاء الصناعي كتب المقال ده وخده واداه للدكتور. هل الدكتور ممكن يعرف ولا مش هيعرف؟ يعني قلت له اكتب لي مقال عن القدماء المصريين، فبدا يكتب لي المقال. فهو زمان لما كانت بتعملها من خلال جوجل وتلاقي كم مقاله تروح حاطتهم ويكيبيديا على الحاجات دي، كانت بتقفش. طب الذكاء الصناعي هيقدر يقفشها ولا لا؟ لان هو بيعمل جمل جديده، هو ما فيش بيعمل سيرش، هو بيدمج لك حاجات. كان شخص حكيم قرا كتب كتيره وبتساله، فهو مش بيقتبس، هو بيبدا ان هو من خلال الخبره بتاعته يقول لك المقال، تمام. طيب خلينا ناخد المقاله الجميله دي اللي بيتكلم فيها عن الاهرامات والهول والكرنك، تمام، ناخدها. وفي دلوقتي اصبح مواقع متخصصه في انها تقفش الكلام المكتوب بالذكاء الاصطناعي. هاخد الكلام ده كده كوبي واروح اوديه هنا اهو، واقول له اعمل اناليسيس للتكست، وده موقع اخر هسيب لكم الاثنين اسفل الفيديو، تمام. 99% فيك، تمام. الموقع الثاني قال ان هو 62%، فاكتشف ان اغلب الكلام مكتوب بالذكاء الاصطناعي، ودي هديه مننا للدكاتره عشان تقفش الناس اللي بتستخدم الشات GPT. يحترف يقول انا استخدمت الشات GPT، ونستخدمه في العمليه التعليميه، وعارفين ان الطلبه كلها بتستخدم الشات GPT. نقول ندي كورسات في الجامعه ازاي تستخدم الشات GPT، ونستخدم الذكاء الاصطناعي دوت كانه بيستخدم الحاسبه في ان انت توجد حلول لمشاكل. يعني السؤال هيبقى اصعب، السؤال هيبقى تحدي اكتر، ونبدا نتعاون. اقوى حاجه لما الشات GPT مش ذكي كفايه، لكن مع الانسان الاثنين مع بعض يقدروا يطلعوا الحكمه. فده اللي احنا عايزينه، ان احنا نشتغل بالذكاء الاصطناعي، بس ان الدكاتره تبقى عارفه ونستخدمه ما فيش مشكله، لكن بالتطوير، تطوير العمليات التعليمية كلها.